La séance question-réponse, hada wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. أخي بعد إيه عايز أعرف الفرق بين الحديثين الشريفين. الحديث الأول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، والحديث الثاني هو بعد بس لفظه بالصحيح اللي هو إن هو قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. إزاي نجمع بين الحديثين دول؟ سهل جدا. الحديث الثاني بيوضح مدى التمكين الذي سيحدث للإسلام. الحديث الثاني رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. إيه ما بلغ الليل والنهار؟ نصف الكرة الأرضية تبقى ليل ونصف الثاني يبقى نهار، يعني معنى الحديث أن الدين سيبلغ الأرض كلها. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. طيب، يعني ما فيش أي مكان في الدنيا إلا لابد أن تبلغه رسالة الإسلام. إزاي نجمع بين ده وبين أن النبي في نفس التوقيت ده بيقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ؟ بعض الناس بتظن إن حديث الغربة، وهذا الحديث رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. طبعا طوبى للغرباء ورد فيها بقى ست روايات. من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس، النزاع من القبائل، أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يدعون، روايات كثيرة جدا. الشاهد في الموضوع إن بعض الناس بيظن إن حديث الغربة ده من الأحاديث التي توضح تخلي الإنسان يشعر إن مفيش أمل. بالعكس، ده حديث الغربة ده أكبر حديث من بشريات النصر للإسلام. ليه؟ شوف الحديث ماشي ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا، وراح معدي أكتر من 1400 سنة قال لك وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام بدأ غريبا في مكة، ثم مكن الله له بعد أن أقام دولة الإسلام في المدينة، وأصبح الإسلام شوكة. ويوم فتح مكة زي ما انتم شايفين المشركين اللي كانوا بيحاربوا المسلمين بقوا واقفين في ذل وذلة، ويعني ما انتش عارف بقى الحديث عامل ازاي والمنظر كان عامل ازاي. حتى لما النبي عصام هو اللي قطع الصمت، هو اللي تكلم قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم، فقال اذهبوا فانتم الطلقاء. يبقى بدا الاسلام غريبا، فلما عاش الناس على الإسلام مكن الله له، فلما تخلى الناس عن الإسلام عاد غريبا، فإذا عادوا إلى الإسلام سيمكن الله له. واضح كده؟ يبقى ده من الأحاديث التي تبشر بالتمكين وليست من الأحاديث التي تجعل الإنسان ييأس. يبقى بدأ الإسلام غريبا ثم مكن الله له وسيعود غريبا فيمكن الله له، اجمعها بالحديث الثاني ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين. طيب، ما حكم صلاة الجماعة لمجموعة من النساء، وما حكم رفع الصوت عند القراءة للنساء فيما بينهن في صلاة الجماعة؟ حكم صلاة الجماعة للنساء، المرأة أصلا غير مطالبة بصلاة الجماعة في المسجد، يعني غير مطالبة، يعني ليست واجبة عليها، لكن إن أحبت أن تذهب إلى المسجد يأتي الحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن هن تفيلات، يعني ما تحطش بقى مكياجات وكده، تحط شعرها في الخلاط وتعمل العمل دي، واخد بالك مكياجات وروج وبرفرات وكده، يعني كان ده كله إيه مشكلة طبعا فتنة. فالشاهد في الموضوع إنها ليس واجبا عليها لا صلاة الجمعة ولا الجماعة، لكن لو خرجت جزاء الله خيرا إذا أمنت الفتنة، وإذا كان بعد إذن محرمها تخرج إلى المسجد ولا نمنع مساجد الله سبحانه وتعالى. لكن هل صلاة الجماعة بقى فيما بينهن؟ طبعا لو في نساء مع بعض في بيت واحد فالأفضل إن هما يصلينا جماعة. طب يرفع الصوت ولا ما يرفعش الصوت؟ إذا كان في رجال أجانب في البيت هتسمع صوت إمامة النساء فالأفضل إن هي ما ترفعش صوتها وتصلي الصلاة جاهلية سرية. أو إذا كانت تستطيع إن هي ترفع صوت رفع بسيط جدا بحيث تسمع من حولها فقط والرجالة ما يسمعوش صوتها فده الأفضل. أما إن كان
تكلمش حد غير محارمها فترفع صوتها عادي، مفيش اي مشكلة خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. البنوك الموجودة حاليا في مصر هل هي ربا ام لا؟ طبعا مش كل البنوك ربوية، في بنوك اسلامية وفي بنوك ربوية، خد بال حضرتك. دايما بقول لكل اخواني ليه بنحير نفسنا؟ يعني النهاردة لو ان مثلا في عندك في شارع واحد 10 جزارين بيبيعوا لحمة خنزير، وفي جزار بيبيع لحم حلال، ليه تسألني وتقول لي اشتري من بتاع لحم الخنزير ولا ما اشتريش؟ طب ما عندك الحلال، يعني ما تغلبش نفسك. انا عندي مثلا 10 بنوك ربوية وفي بنك اسلامي، خلاص خليني مع الاسلامي. قول لي ما هو اصل مش كل معاملاته اسلامية، اقول لك هو فعلا ما فيش بنك اسلامي 100%، لكن في بنك اسلامي بنقول 90%. طب يبقى انا كده ايه؟ ابرئ ذمتي امام الله، وبرضه لا اتعامل الا مع بنك اسلامي. طيب انا معلش في خطوط مش عارف اقراها، وانا اصلا كمان بالنضاره مش معايا فبشوف تشرق. اسؤال الفرنساوي اقول انا؟ طيب اختي ربنا يكرمها بتشك في ايمانها، عندها احساس بانها يعني ايمانها ضعيف او انها شوفوا سبحان الله اي شيء في الدنيا تستعين بالله ربنا يكرمك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي سند صحيح: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. حديث ثاني يوضح بقى علاج المشكله دي، حديث عند الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، شوف بقى والله العظيم الحديث ده هديه يعني، وكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يخلق يعني إيه ده؟ الثوب ده لو أنا لبسته لمدة سنة، هل أول لبسة زي اللبسة بعد سنة؟ شيء طبيعي هيقدم، يا إما يقدم يا إما يتقطع يا إما لونه يتغير، شيء طبيعي. أي واحد يقول لك أصل الثوب ده عليا بقاله سنتين ثلاثة يقدم، صح كده؟ هي نفس الحكاية، الإيمان في القلب ما تعتمدش عليه. الحمد لله التزمت وبصلي وخلاص، قلبك ما تسيبوش، لأن أعمال القلوب دي أهم من أعمال الأبدان. أعمال القلوب مهمة جدا، الخوف والرجاء والتوكل والإنابة واليقين والثقة، كل الأعمال دي أعمال عظيمة جدا جدا، مهمة قوي إنها تسكب في قلب المؤمن. فالإيمان في قلب المؤمن عامل زي الزرعة، تسقيها بالطاعة تنمو، تبعد عنها الطاعة تدبل وتموت، خد بالك. ولذلك سبحان الله المولى عز وجل في سورة الحديد يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ذكر الآية دي بعد إيه؟ بعد الحوار الطويل اللي دار بين المؤمنين والمنافقين على الصراط: انظرونا نقتبس من نوركم كي نرجع وراءكم فالتمسوا نورا، إلى آخر الآيات. كأن المولى عز وجل بيقول لك إن كنت بتشكو من قسوة في القلب أو موت للقلب أو مرض للقلب، فاعلم أن حياة القلب ليست بيد أحد إلا الله. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. طب نعمل إيه يا رسول الله؟ شوف بقى الحديث، نرجع الحديث. إن الإيمان لا يخلق يعني بإذن في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. نعمل إيه؟ قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. ده من الأدعية اللي لازم تحافظ عليها كل يوم، إن وأنت ساجد تقول: اللهم جدد الإيمان في قلبي. ربنا يجدد الإيمان في قلبي. هنتكلم؟ Donc la sœur se plaint des baisses de foi, en souffre, et c'est le cas hélas de beaucoup de frères ainsi que beaucoup de sœurs. Donc le cheikh, pour résumer, il donne les solutions en deux points. Le premier qui est d'invoquer Allah Ta'ala. Et d'ailleurs le prophète, lorsqu'il s'est adressé à Abdullah ibn Abbas, il lui dit: lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Et là, beaucoup d'entre nous oublient que celui qui détient les cœurs n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseignait que les cœurs des serviteurs sont entre les deux doigts du miséricordieux et il les fait changer d'état comme il le veut. De même, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit que la foi s'use comme s'use le vêtement. Le cheikh dit: si je porte un vêtement pendant un an, va-t-il s'user ou non? Certainement, il va s'user. Sachez donc que celui qui n'entretient pas sa foi, elle va s'user avec le temps.
Donc la foi s'use comme s'use le vêtement. Quelle est la solution? Il a dit, faites revivre votre foi. Comment? En demandant à Allah qu'il fasse revivre votre foi. Donc dans vos invocations, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, fais revivre ma foi. Ya Allah, fais en sorte que ma foi ne s'use pas. Et pour terminer, sachez, et ça c'est une image que le cheikh a donnée, que la foi est comme une plante. Tu l'arroses, elle reste en vie. Tu ne l'arroses pas, elle meurt. Et comment l'arroser? Avec les bonnes actions. En multipliant les bonnes actions, tu arroses cette plante et elle reste en vie. Wallahu a'lam. أخ فاضل كان بيسأل زوجته بتشتغل وبتضطر ان هي عشان تشتغل طبعا بتخش تقلع حجاب بعدين ما تخرج تلبس حجاب فهو بيقول ان هي مش محتاجه شغل اصلا لكن يعني ماديا مش محتاجه هو ربنا موسع عليها يعني بس هي لما بتقعد في البيت بيجي لها حاله اكتئاب نقول له ما دامت هي مش محتاجه شغل تقعد ومش هيجي لها اكتئاب لو شغلتها بحاجه بمعنى ايه دايما المرأة محتاجة اللي يشغلها بالخير يعني مثلا على سبيل المثال في أي جمعية من الجمعيات الخيرية خليها تشترك ويبقى لها دور على سبيل التطوع مثلا حلقة تحفيظ قرآن للبنات أو حتى للفتيات الصغار وتقعد تحفظ تحس إنها بتقدم حاجة وبتشغل نفسها بخير هي لو انشغلت بالخير ده بفضل الله مش هيجي لها أي حالة اكتئاب ترجم؟ يعني عايز اتكلم سؤال مفهوم السؤال ده بس كده سمعته كنت مشوف ما سمعتوش اترجمه انا طيب في سؤال مهم قوي بجد والله يعني ربنا يحفظها الاخت الفاضله بتقول شيخنا بما انكم تطرقتم للجنه في الخطبه النهارده يعني لماذا نجد الشيوخ والعلماء قليل التحدث عن نعيم النساء وما قوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم بما معناه المرأة لآخر أزواجها في الدنيا. نبدأ بالشق الثاني المرأة لآخر أزواجها في الدنيا حديث صحيح. إن في حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تتزوج الرجلين مش الاثنين فقط واحد طبعا يعني جوزت واحد ومات وجوزت الثاني ومات أو جوزت واحد وطلقت وجوزت الثاني وعاشت معه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لأيهما تكون يعني يوم القيامة فقال لأحسن خلقا الحديث ده ضعيف أما الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها واحدة مثلا جوزت اثنين واحدة بدورها أربعة يعني ربنا يكرم يا رب جوزت واحد ومات أو واحد مطلقت إلى غير ذلك فقال في الجنة بقى تكون مع مين لو كانوا كلهم داخلين جنة تكون لآخر أزواجها آخر واحد اتجوزته هو ده اللي يكون زوجته في الجنة. أما حتة بقى ليه ما بنتكلمش عن نعيم المرأة في النساء؟ لأن نعيم المرأة في الجنة لأن نعيم المرأة في الجنة زي نعيم الرجل في الجنة. مش النبي قال النساء شقائق الرجال صح كده؟ والمولى عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ده في الآخرة. واضح كده؟ بعض الناس للأسف شديد ودي مسألة مهمة جدا وأحببت إن احنا فعلا كويس في السؤال ده جدا لأن نقطة وممكن أكتفي بذكر السؤال ده فقط لأنه في غاية الأهمية. بيقولوا إن بعض الناس بتيأس النساء من رحمة ربنا. حاصل ده حاصل طبعا. فعلا في ناس يأست نساء كتيرة جدا من رحمة ربنا بحديث هم في مهرط وهو حديث صحيح. حديث صحيح لكن هم وصلوا للناس غلط اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار خباء يعني النساء أكثر أهل النار فطبعا بتلاقي إيه يعني درجة مرة والله دخلت أحد المكتبات عندنا في مصر ولقيت كتاب أنا والله لا أعرف مؤلفه كتاب مرسوم عليه صورة مش الوش كله صورة المنطقة دي كده بالفم بتاع امرأة وطالع من فمها نار وعنوان الكتاب النساء أكثر أهل النار طب ليه؟ ليه الكتب الحنينة الجميلة دي؟ ده يعني كتب رومانسية قوي النساء أكثر أهل النار كده خلاص؟ يعني الواحدة من دول تقرأ الكتاب ده تقول لها ثم خلاص ما الموضوع إيه؟ خد بالك؟ ما دام أنا رايحة بقى خلاص وأهل النار خلاص بقى خلينا عايشين وخلاص الكلام ده غلط يا جماعة الحديث صحيح لكن الفهم غلط
لما تجمع الحديث مع بعضها تنتفي الشبهة. حديث ده لما تجمعه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضمن علامات الساعة الصغرى كثرة النساء وقلة الرجال، حتى يصبح للرجل أو للقيم كما ورد في الرواية 50 امرأة. يبقى عدد النساء بالنسبة لعدد الرجال، حتى في إحصائية أخيرة كانوا عاملينها لقوا إن في العالم كله أصبح عدد الرجال للنساء 1:20، كل واحد قدامه 20 امرأة. يعني لو واحد يتجوز أربعة حتى، ولا بلاش السيرة دي لحسن ما نروحش، احنا ما نخافش يعني، بس يعني الاحتياط واجب. يعني لو واحد يتجوز أربعة يتفضل 16 ما يتجوزوش. زي واحد مرة بعت له سؤال في درس، ضروري يا شيخ محمود بالله عليك أنت متجوز كم واحدة؟ قلت له والله يا أخي زوجة واحدة، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. خد بالك، فشايف الموضوع إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر إن في آخر الزمان هيكتر عدد النساء. هيكتروا ليه؟ السببين أو ثلاث أسباب، أن الله قدر هذا. السبب الثاني كثرة الحروب، ومين اللي بيشترك في الحروب؟ إحنا، فاللي بتقتل مين؟ رجالة. الحاجة الثالثة كثرة الحوادث، ومين اللي بتقتل في الحوادث؟ راح شغله أغلبهم الرجالة. فقال لك بسبب تلك الأشياء الثلاثة هيكتر عدد النساء ويقل عدد الرجال، حتى يصبح لكل قيم 50 امرأة. طيب، فلما النبي يقول لك النساء أكثر أهل النار، معنى الحديث برضو والنساء أكثر أهل الجنة. ازاي؟ الله مش هو كل رجل قدامه 50 واحدة، فلو دخل ثلاثة النار ودخل معهم رجل واحد النار، يبقى كده النساء أكثر أهل النار. ولو دخل 47 واحدة الجنة ومعها واحد في الجنة، يبقى النساء برضو أكثر أهل الجنة. واضح المعنى اللي أنا عايز أقوله؟ يعني هم هنا أكثر أهل النار وهم هنا أكثر أهل الجنة، لأن عددهم كبير أصلاً. فأي بقى واحد يمسك لك في اللفظ بتاع الحديث ويقول لك النساء أكثر أهل النار، وهي أسم رحمة ربنا، مين يقول الكلام ده؟ بل إن المرأة جاءت الوصية بها من النبي صلى الله عليه وسلم كثيراً، ولو كان كل النساء بالمنظر اللي بيتقال ده من أهل النار ما كانش النبي وصى بيهم. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء، وده كان في حجة الوداع. وحجة الوداع ماشي، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، مش فاهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمة يضعها الرجل في امرأتي له بها صدقة. تقعد مع زوجتك كده وتدلعها وخد الحتة دي على النوسة، زوجتك بقى حبيبتك بقى حلالك يعني، فاهم ازاي؟ فيعني وتهزر معاها وتضحكها. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل كل شيء له وباطل الا اربع اشياء، من ضمنها ملاعبه الرجل لامراته. ان الواحد يقعد يضحك مع مراته ويلعبها ويتعبها. وكان النبي يسابق امنا عائشه كما ورد في مصر الامام احمد، يسابق امنا عائشه يخلي الجيش يتقدم وهو يسابقها، يقول لها سابيني يقول لها سابقها. قالت فسابقته فسبقته. خد بالك، فالنبي ما انساهاش بقى. فلما حملت عائشه اللحمه يعني تخنت شويه سابقها النبي فسبقها، فقال هذه بتلك واحد ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. وكان يقف يخليها تتفرج على الاحباش وهم بيلعبوا بالحراف في المسجد، ويقف كده ايه يسد الباب كده عشان ما يشوفوهاش، وهي تبص كده من فوق كتافه ويقول لها اشبعت يا عائشه؟ تقول لا يا رسول الله، اشبعت يا عائشه؟ وهي تقول ايه؟ تقول وقد شبعت ولكني اردت ان اعلم قدري عندهم. زوجتك احيانا تدل عليك وهي مش عايزه الحاجه، تقول لك حبيب قلبي وانت جاي عايزك تجيب لي يعني بسبوسه محشيه بالكنافه، ازاي ما تعرفش؟ هي كده، فتروح تجيب بسبوسه وتحشيها لك كنافه. ليه؟ عشان تعرف قدرها ومنزلتها ايه عندك. خد بالك، لانك لو ما دلعتهاش وما اكرمتهاش انا مش انا خايف عليك هتتعبى في الكياس، انت عارف الكياس. زي شيخنا الشيخ ابو اسحاق ربنا يحفظه ويشفيه يا رب العالمين، يقول لك زوج وزوجه كانوا ايه زعلانين مع بعض وهي كانت عصبيه قوي، فكل يوم خناقه كل يوم خناقه. في مره ايه حصل مشاده ما بينهم، فراحت ماسكه له ايه العصايه الشومه، اسمها شومه عندكم برضه شومه عصايه، وراح جري وراه. هو كان عامل
حساب اليوم ده ايه منبطح تحت السرير. مش هي مثلا تتكسف تقول مثلا الراجل بتاعي منبطح تحت السرير، امشي انا بقى ويعني خلاص بقى الموضوع يعدي من عيب كده يعني. لا واقفه له وتقول له لو راجل اطلع لي بقى. فهو بقى ايه لازم يطلع راجل برضه يعني. فهو راح باصص لها من تحت السرير قال لها مش طالع وهنشوف كلمه مين اللي هتمشي. هو تحت السرير صلى على حبيبي صلى على صلى. فالنساء شقائق الرجال. نجيش بقى النهارده واحد ايه يتعامل مع المراه معامله شديده ويقول لك ناقصات عقل ودين. هو ايه نقصان العقل؟ ان ربنا جعل شهاده المراه نصف شهاده الرجل. ليه؟ المراه عاطفيه وبعدين بتنسى، خد بالك بيحصل لها ظروف كده كل شهر، فعشان كده ربنا جعل شهادتها بنصف شهاده الرجل. هو ده نقصان العقل. ده حاجه وحشه فيها ابدا. ده نقصان العقل ده عندها، ده نعمه للرجل ان هي تبقى امراه عاطفيه ولذيذه وتقعد تهزر مع زوجها وتدلعه وتكرمه، فاهم ازاي؟ انما لو المراه شديده يبقى التمر كده هيعيش بنت واحد مش هينفع. هتبقى هي رجل وهو رجل، صح كده؟ ينفع؟ ولذلك المراه ما ينفعش انها تكون مثلا حاكم. ليه؟ لان ممكن يجي لها او قاضي، ممكن يجي لها واحد مجرم وقاتل 70 واحد والمفروض ده يعدم بقى ولا فاهم ازاي هيحصل له ايه؟ ويجي يقول لها داخل لها بعيل صغير يقول لها وابنه وسيم وهيتهتم، فتقوم معيطه تقول له ما تعملش كده تاني. هيصعب عليك. فيضيع حق مين؟ 70 واحد اللي اتقتلوا بسبب ايه؟ عاطفه المراه. سبحان الملك. خدت بالك؟ فده من اكرام ربنا ونقصان الدين انها ياتيها العذر الشهري البريد كل شهر، فما بتصومش ولا بتصلي في كام يوم دولت. هو ده نقصان العقل والدين. هل دي مذمة في المرأة؟ أبدا. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم عليه السلام. خد بالك حضرتك، فلما يجي واحد يقول لك النساء أكثر أهل النار أقول له والنساء أيضا أكثر أهل الجنة. زي كنت داخل الجنة زي ما قلت لك، أول حاجة تعملها تتحف بزوجتين. والمرأة في الجنة، المرأة المسلمة خد بالك أجمل من الحور العين أضعافا مضاعفة. مع ان الحور العين وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو ان بعض بنانها عقلت صباع كده، لو ان بعض بنانها بدا يعني ظهر من السماوات لطمس ضوءه ضوء الشمس والقمر عقلت صباع، يطمس ضوء الشمس والقمر، ولو ان خصلة من شعرها بدت لملأ ريحها ما بين السماوات والارض. ده الحور العين. المؤمن ينظر في مرآة خدها الحور العين ها، فيرى خدها نفسه في مرآتها في خدها. تخيل يرى نفسه في مرآة خدها، يرى مخ سوقها من وراء 70 حلة من الحسن والجمال. شيء عجيب جدا حور العين. ورغم ذلك زوجتك المؤمنة وأختك وبنتك المؤمنة تبقى أكبر من حور العين أضعاف المضاعفة. أمنا عائشة بتتكلم في حديث صحيح بتقول إن الحور العين يقولوا نحن لما بيغنوا بقى في الجنة نحن القائد نحن المقيمات فلا نضعنا، يعني لما بنتركش الزوج بنفضل قاعدين معاه، ونحن الراضيات فلا نسخطنا، ونحن متخيرات الحساب أزواج قوم كرام طوبى لمن كنا له وكان لنا. فتقول أمنا عائشة فترد المرأة المؤمنة وتقول ونحن المصليات وما صليتن، ونحن المتصدقات وما تصدقتن، ونحن الصائمات وما صمتن. تقول أمنا عائشة فغلبنهن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هي الحور العين عملت ايه؟ عبدت ربنا، عملت اي حاجه، قدمت اي بذل ولا وقفت جنب جوزها ولا تعبت عشانه ولا شيت ولا صبرت ولا هاجرت معاه وتغربت معاه؟ لا، كل ده من التي تحبته المراه المسلمه. هاجرت مع زوجها وتغربت مع جوزها واستحملت معاه لحد ما وقف على رجليه وبنى نفسه وعمل وربت مع العيال وسهرت على عيالها وصمت وصامت وعبدت ربنا وحضرت دروس علم وتعبت تعبت جامد في الدنيا. فتكون افضل من الحور العين. ولو ان الرجل في الجنه ليه 70 زوجه من حور العين وزوجته في الدنيا معاه تبقى هي سيده الحور العين، هي الاميره بتاعتها، وتبقى اجمل منهم اضعافا كثيره. وبعدين بقى ايه ونزعنا ما في صدورهم من غير وايه اللي كانت موتتهم، خد بالك؟ كانت خلصت عليهم واحده واحده كده في الدنيا، خد بالك؟ انما الحمد لله ما فيش لا غيره ولا غل ولا اي حاجه في الجنه. اظن ده جواب كافي لامر النساء والمراه. يعني سبحان الملك، انا ليا كتاب
اسمه يوم في الجنة شرحت فيه المسألة دي واختمها في دقيقتين مع عشت أقول عليكم يعني سامحونا إن المرأة طب لو ما كانتش متجوزة دي مشكلة برضه صح كده؟ يقول لك طب المرأة لآخر أزواجها في الجنة طب ما كانتش متجوزة تقعد بقى في الجنة كده ماشي كده لوحدها كده خد بالك تتنشى على واحد اتجوزه لا زي ما هي ما اتجوزتش في رجاله برضه ما اتجوزوش فيزوج المولى عز وجل هذه من هذا او من ذاك المرأة اللي ما اتجوزتش ربنا يجمعها بواحد من اهل الجنة برضه يكون ما اتجوزش في الدنيا طب لو كان عدد النساء اللي ما اتجوزوش اكتر من عدد الرجال وده الواقع خد بالك ينشئ الله لهن نشأ اخر من رجال الجنة يتجوزوه زوجة مطهر ما عصى الله ابدا مش شفناها كده قال ان لا تزال النار خد بالك تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار جل وعلا قدمه في النار فتقول قط قط قد امتلأت اما الجنه خد بالك النار فيها اماكن فالمولى عز وجل لا يظلم الناس شيئا يعني هيخلق خلقه يحطهم في النار عشان لا انما يضع قدمه جل وعلا حتى تقول النار قد امتلأت خلاص مش عايزه تاني اما الجنه ففيها اماكن فالمولى عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما الجنه فينشئ الله لها نشأ اخر فيسكنهم الجنه شوف رحمه ربنا ان النار لا ما نحطش فيه حد ايه لا يستحق ان يخش النار اما الجنه نخلق خلق جديد وندخلهم الجنه هم دول بقى اللي هيتجوزوا النساء اللي ما اتجوزوش مش فاهم ايه على الاقل تضمني واحد صف سليم مفيش واخد بالك سبحان الله ففضل المولى عز وجل على النساء في الجنه اكثر مما يخطر على قلب بشر واللي يتكلم عن الجنه لازم يذكر النساء بالخير اللي يشوفه في الجنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله السلام عليكم